صبحكم الله بخير جميع. نورنا ابو نايف. كم باقي؟ كم اليوم؟ 58 68 باقي 32 30 يوم. في كل مكان كاميرا، نضحك ونلعب ونمزح ونقول قصص ونقول انا لحالي اقول قصص طبعا. فالمقصد انها بعدك طبعا بعد. فالمقصد طوال عمار انها هذه قد تكون نعمه قد تكون نقمه، غيرك محروم منها، غيرك عنده رساله بيوصلها محروم منها. فباختصار شديد انها معليش يعني الجمهور لهم حق وكل شيء، والدينك وهالك، اعط ربك شيء بسيط، كلمه زينه اقولها، حديث قول له، وقف جلسه هنا، ابي كل واحد اليوم بكره هذا بعد هذا بعد هذا تقوله وتنساه، يمكن ما تدري ما يدخلك الجنه الا هو، ما تدري باي عمل تدخل الجنه. فكلنا نعرف سالفه اللي وخر الغصن عن طريق الناس ودخل الجنه. حتى في واحد يقول رؤي في المنام ان الله غفر له، وكان يعرفون اخوي انا عادي مثلهم يعني. فقال له اخوي ان في المنام انه كيف غفر لك الله وانا خابرك يعني ما عندك عمل، ما انت مطوع. فقال مرة من المرات في موقف كنت فوق جبل ومر من قدامي جيش، وقفت أنا حتى نهيدة، قلت يا ليت هذا الجيش نصر محمد عليه الصلاة والسلام. بس قفت دخلت الجنة. إيه، وفي الشاعر المعروف اللي رثى ولده فقال بيتين، قال أبكيه ثم أقول معتذرا له، وفقت حين تركت ألأم داري، جاورت أعدائي وجاور ربه، وشتان بين جواره وجواري. يحسد أنه جاور الله، يقول عزي نفسي أنك جاورت الله وأنا جاورت أعدائي في الأرض، فغفر الله له. رؤي في المنام الله غفر له عشان بيت شعر، والبغي اللي سقط كلب ودخلت جنة. فما تدري بأي عمل تدخل جنة. أبي اليوم مثلا أنا هنا، بكرة ماجد هنا، لقيس جميل، كلمة واحدة، كاميرات في كل مكان، قد لا توفر لك بعدين، قد بعد عمار طويل ممكن ما تعيش، لا أنك تكون لك الفرصة تنتشر مع غيرك ويغفر لك الله. هذا يعني شيء في كذا في الداخل يعني. وعذرونا على الإطالة يا شباب، لحد يصفق. جزاكم الله خير، شكرا لمشعل.